السلام عليكم. في أبرز عناوين المسائية لهذا اليوم: في أسبوع السلامة الطرقية حادث اندلاع حريق بشاحنة لنقل قنينات الغاز يعيد للواجهة مدى المراقبة الدقيقة لشاحنات نقل المواد المشتعلة ومدى ملاءمتها مع إجراءات السلامة. بمدينة أكادير تجري آخر الاستعدادات لانطلاق الدورة الخامسة لمعرض أليوتيس التي ستنطلق بعد غد الخميس حول موضوع التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد البحري. في السنغال الحملة الانتخابية لرئاسيات يوم الأحد المقبل تدخل آخر أيامها، حيث يخوض المتسابقون نحو قصر الجمهورية آخر جولاتهم الميدانية لإقناع الناخبين. ونختم المسائية بزيارة لمعلمة أثرية تؤثث مدينة آسف العريقة، القصبة العالية أو دار السلطان، معلمة ظلت شامخة على مدى 8 قرون هي الآن ذاكرة المدينة العمرانية. السلام عليكم وأهلا بكم إلى آخر عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. البداية بالعودة إلى حادث تسبب فرامل إحدى شاحنات نقل قنينات الغاز مساء أمس في اندلاع حريق في حمولة الشاحنة، أدى ذلك إلى انقطاع حركة السير لوقت ليس بالهين. هذا الحادث يعيد إلى الواجهة مدى مراقبة دقيقة لشاحنات نقل المواد المشتعلة ومدى ملائمتها مع إجراءات السلامة لتفادي حوادث بالغة الخطورة. روبورتاج لحسن هبان وعادل بوسكري. الساعة 4:15 مساء أمس اهتز طريق السيار بين مراكش وأكادير فجأة. شاحنة محملة بقنينات الغاز اشتعلت فيها النيران في لمح البصر عند النقطة الكيلومترية 257. دوت الانفجارات متتالية. بلغ الحادث من القوة أن تناثرت قنينات الغاز على جنبات الطريق بفعل قوة الانفجارات. هذا الحادث هذا كان وراءه اندلاع حريق شاحنه كبيره محمله بقنينات الغاز كانت قادمه من الدار البيضاء. هذا الحريق هذا انتقل من الشاحنه الى القنينات ديال الغاز، مما ادى الى انفجارات كبيره على مستوى طريق السيار. الحمد لله لم تكن هناك خسائر بشريه، تمكنا من اخلاء يعني اخراج الناس عن طريق ولا من البدالات المجاورة للنقطة الكيلومترية اللي وقع فيها الحادث اللي هي شيشاوة والودايا، وإخماد الحريق وإجلاء وإزالة قنينات من طريق السيار. يعمل عزيز منذ 14 سنة في مهنة نقل الغاز بين جهات المملكة، يتحدث عن إجراءات معقدة ودقيقة يفترض اتخاذها في كل رحلة. إذا ما كنتيش مكون ما غاديش تخدم في الغاز، كيكون بالنسبة خاص بعدا أولا خاص الحديد يكون نقي، حديد مزيان من جميع ما يكون، تكون لافيزيت على حقها وطريقها، كيكون الشيفور مكون، تكون واحد حنا دابا واحد لافيزيت كنديروها من 6 شهور 6 شهور بالنسبة للشاحنة، خاص كل شيء يكون مزيان. هاد الشاحنة هادو كيشكلوا علينا خطر كبير، إذا في المفروض يديروا لهم يبداو يشدوا الطريق بالليل، يبداو يشدوا الطريق في واحد الوقيته اللي ما كيكونوش فيها الناس بزاف. كاين مشكل سيرتو في الطريق ديال فاش كتقرب لكادير في ديك الهبطة ديال المياه، كنلقاو مشكل كبير مع هاد الشاحنات، وجسبر يلقاو شي حل. مثل هذه الحوادث تفرض تشديد إجراءات المراقبة على الشاحنات التي تنقل مواد قابلة للاشتعال ومدى التزامها بإجراءات السلامة الصارمة المتبعة. بمدينة أكادير تجري آخر الاستعدادات لانطلاق الدورة الخامسة لمعرض أليوتيسيس والتي تنطلق بعد غد الخميس حول موضوع التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد البحري من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الاقتصاد الأزرق. الدورة تستضيف 283 عارضا قادمين من 40 دولة، والمنظمون اختاروا دولة النرويج كضيف شرف. روبورتاج رفيقة جوماد والتحرير لزهير الدودي.
تفعيل عملي لمبادرة الحزام الأزرق التي تقدم بها المغرب في قمة المناخ كوب 22 قبل افتتاح النسخة الخامسة للمعرض الدولي أليوتيس. عبرت الدول الحاضرة هنا في أكادير عن دعمها للمبادرة التي تهدف إلى الحفاظ على إمكانيات الصيد المستدام في علاقتها بالتغيرات المناخية. مبادرة الحزام الأزرق هي في المقام الأول لدعم القطاع في القارة الإفريقية. الان غادي يبداو يشتغلوا باش يعملوا واحد المنصه اون بلاتفورم اللي غادي يبداو يتكلموا فيها ويشوفوا النجاحات والاخفاقات اللي كاينين في الميدان ديال الصيد البحري، بالخصوص في الدوله يعني عند الدول الافريقيه اللي هي ما كتصنع الا 7% من الصيد البحري العالمي، وغادي تكون عندها واحد الكثافه السكانيه كبيره في السنوات المقبله. والان القاره الافريقيه يمكن لها تشتغل. نبداو ندير ميرسي وماروك. علينا أن نقول شكرا للمغرب الذي اتخذ هذه المبادرة كما في السابق من أجل الاجتماع والتفكير حول ما يجب أن نفعله من أجل تمكين مصايدنا من العمل بشكل جيد وإحداث تناغم بين سياسات الصيد البحري بهدف تحقيق التدبير المستدام للموارد. مبادرة الحزام الأزرق تحظى إذن بانخراط مسؤول من طرف كل الدول المعنية في إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتغذية والزراعة الفاو والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة. إطلاق مبادرة الحزام الأزرق يشكل بالنسبة لي خطوة كبيرة لصالح البشرية، لأن كل الرهانات المناخية ستدور غدا في إطار معادلة ثلاثية المحيط، المناخ والتنوع البيولوجي. نقاش اليوم كان ناضجا وعلى درجة عالية من الوعي. من الواضح إذن أن مبادرة الحزام الأزرق ستعطي زخما جديدا للتعاون جنوب جنوب، بما يولد القيمة المضافة لصالح قطاع الصيد البحري في القارة الإفريقية. بالرباط، استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم وزير الداخلية الليبي فتحي بشغة، الذي يقوم منذ أمس بزيارة عمل لبلادنا تدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. روبورتاج مصطفى السعدوني، تحرير لمبارك الإبراهيمي. ليبيا تتطلع إلى تعاون وثيق مع المغرب، إنه المحور الرئيسي لمباحثات وزير الداخلية الليبي مع رئيس الحكومة المسؤول الليبي. تطمح بلاده كما عبر عن ذلك إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يخص دعم الأمن والاستقرار وتيسير وتهيئ ظروف الاستثمار. هذه الزيارة بإذن الله بطقناها من نعزو التعاون في جميع المجالات، وخاصة في المجال الأمني، لأن الأمن هو المعادلة الأمنية هي مهمة جدا جدا. المغرب على لسان رئيس الحكومة جدد دعمه لمجهودات الليبيين الرامية إلى إعادة الاستقرار، وأكد على تشبث المغرب بسياسته بشأن احترام سيادة الدول. نحن نحرص على تطوير العلاقات الثنائية ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي والشعبي. المسؤول الليبي وهو يطمح إلى استفادة بلاده من الخبرة المغربية استحضر نقاشات استخراط بين الأطراف الليبية لمدة تزيد عن السنة في جو من الحياد، وتوجت باتفاق استخراط كأرضية مثالية للمصالحة الليبية. وتعزيز العلاقات الثنائية شكل محور مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم بالرباط مع نظيره الليبيري غابيزو هانغار فينديلي. اللقاء شكل فرصة للمسؤولين من أجل التأكيد على جودة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية ليبيريا. رئيس الدبلوماسية الليبيرية قال خلال لقاء صحفي أعقب هذه المباحثات إن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين، مبرزا أنها شكلت أيضا مناسبة لبحث الموعد القادم لانعقاد اللجنة المشتركة المغربية الليبيرية. في السنغال، دخلت الحملة الانتخابية لرئاسيات يوم الأحد المقبل آخر أيامها، حيث يخوض المتسابقون نحو قصر الجمهورية آخر جولاتهم لإقناع الناخبين. وتبدو المنافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته الذي يسعى لولاية ثانية بحظ وافر، وأربعة منافسين له من بينهم الوزير الأول الأسبق إدريس سيك ماديكي وماديكي ديانك وزير الخارجية الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي السنغالي. تقرير مبارك الإبراهيمي.
الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية في السنغال وصلت إلى الخط المستقيم الذي يقود إلى التتويج. ماكي سال الأكثر حظا للفوز يطمح إلى ولاية رئاسية ثانية لمواصلة مخططه التنموي. أجدد التزامي في إطار الولاية الثانية 2019-2024، ستكون مدينتكم من أجمل وأكثر المدن حظا. أمام ماكي سال 4 خصوم بعضهم من العيار الثقيل، ويمكن لأحدهم أن يكون عرقلة في وجه طموح الرئيس السنغالي الحالي. أقول لكم إنه أي ماكي سال أصاب السنغال بالجرح عندما وضع كل ثروة البلاد في أيدي الأجانب وتخلى عن أبناء البلد. عندما يكون لك الحظ في أن تستحوذ على قلوب السنغاليين فلن تكون بحاجة إلى المال لتعبئتهم. 5 متنافسين إذن وهاجس واحد لآلاف سنغاليين تم تعبئتهم على أمل الرفع من قدرتهم الشرائية. المواد الغذائية مرتفعة السعر في داكار، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للنقل الحضري والاتصالات، الغلاء في كل شيء. الدورة الأولى من الاقتراع ستكون يوم الأحد المقبل 24 فبراير الحالي، وإلى حين وصول هذا الموعد يبقى السنغال فضاء مفتوحا للتجمعات والصور الضخمة للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية. بالعاصمة الأوروبية بروكسل عقد أمس وزراء خارجية الاتحاد اجتماعا ناقشوا خلاله عددا من القضايا، من بينها الوضع في سوريا، وذلك غداة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين في سوريا الذين كانوا قد التحقوا بتنظيم داعش. وأفادت وزيرة الخارجية النمساوية بأن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وافق على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن استقبال مقاتلي داعش المعتقلين في سوريا. وقد سيطر على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل أجواء من التوتر الشديد بسبب التخوف الأوروبي من محاكمة الإرهابيين الأوروبيين في أوطانهم. بالرباط جرت اليوم بحضور وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب مراسم تنصيب السيد محمد يعقوبي الذي عينه جلالة الملك محمد السادس واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة وعملا على عمالة الرباط. روبورتاج عبد الحفيظ المنور ويوسف لطفي. جهة الرباط سلا القنيطرة تستقبل محمد يعقوبي واليا جديدا وعاملا على عمالة الرباط قادما من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ليحل محل سلفه محمد مهيدية الذي سيلتحق بطنجة بنفس المنصب. حفل التنصيب ترأسه وزير الداخلية وبحضور المسؤولين المحليين والمنتخبين تم تأكيد على ضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة بالعاصمة الرباط مدينة الأنوار والتي يراهن عليها لتكون من بين العواصم العالمية. هذا الولي الجديد هو ولي مشهود له بالتفاني في العمل وخدمة المواطن والإشراف على تتميم المشاريع الكبرى اللي جابها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولا ننسى كذلك أنه نويها بالأعمال الجليلة اللي قام بها السي مهيدية في الولاية ديال الجهة وفتح واحد المجموعة ديال الأفاق بالنسبة للشباب. وأمام الولي الجديد الذي خبر سياسة الأوراش الكبرى والذي تقلد خلال نحو 3 عقود مسؤوليات كبرى بكل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، العاصمة الرباط تستقبله بتحديات كبرى، منها الإشراف على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وجعل الرباط مركزا لاستقطاب الاستثمار والاستجابة لانتظارات المواطنين المختلفة. نتمنى يكون عند حسن الظن ديال الساكنة ديال الرباط اللي هي العاصمة، وكنتمنى من السيد الوالي الجديد انه يسرع هاد الورشات اللي ما بغاتش تنتهي سنوات. هذه ملف شائك بالنسبه للعاصمه وملف ديال النقل الحضري. ولايه جهه الرباط سلا القنيطره ب3 عمالات و4 اقاليم تضم 124 جماعه حضريه وقرويه تعتبر ثالث قطب اقتصادي بالمملكة وبساكنة إجمالية تتجاوز 5 ملايين نسمة بانتظارات كبرى أبرزها تحقيق التنمية المحلية والمزيد من فرص الشغل.
وبالدار البيضاء ترأس اليوم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب مراسم تنصيب السيد سعيد حميدوش الذي عينه جلالة الملك أمس واليا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء. تقرير خالد نجدي وصورة لأمين حدو. سعيد حميدوش نصب اليوم واليا جديدا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء في حفل ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت. حفل جرى خلاله تأكيد ضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في الجهة باعتبارها جهة الأوراش الكبرى والقطب الاقتصادي الرائد على المستوى الوطني والدولي، واتخاذ إجراءات استباقية من أجل ضمان تهيئة متوازنة تهدف إلى توفير السكن الملائم والارتقاء بمستويات المعيشة مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنزيل برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 الذي يشتمل على العديد من المشاريع التي تعطي أهمية بالغة لمحاربة السكن الصفيحي والسكن غير اللائق. وبقدر ما ستساهم هذه المشاريع الضخمة في تدعيم الاندماج الحضري والرفع من مستوى العيش بالجهة، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد حسب وزير الداخلية الإشراف الميداني على سير إنجازها ونهج مقاربة مندمجة تضمن الالتقائية والتكامل والانسجام بين جميع السياسات القطاعية. بمناسبة الأسبوع الوطني للسلامة الطرقية بورزازات، منتدى درعا للتنشيط والسلامة الطرقية نظم حملة تحسيسية لفائدة السائقين والمرافقات في النقل المدرسي. الحملة تم خلالها إشراك التلاميذ من خلال أنشطة ميدانية تحسيسية. روبورتاج زهاب عزيزي والحسن بالعالم. التزموا من أجل الحياة شعار هذه الحملة التحسيسية بالسلامة الطرقية. أول المعنيين بورشة التكوين السائقون والمرافقات في النقل المدرسي. حوالي 40 سائق و60 مرافقة استفادوا من هذه الحصة التوعوية. التعامل هي المرافقات بالنسبة للتلاميذ في الشارع، بالنسبة لنا احنا كسائقين التعامل ديالنا مع السائقين الاخرين اللي ما عندهمش السيارة ديال النقل المدرسي. صراحة استفدنا بزاف ديال المسائل. الهدف هو تحسيس مستعمل الطريق سواء كانوا راكبين او راكبين كيفية التعامل مع الطريق والتعايش والتسامح خصوص كل مستعمل سواء كانوا كما قلنا راكبين او راكبين بالفضاء الطرقي وفضاء مشترك. الأمن الجهوي ومنتدى درعا للتنشيط والسلامة الطرقية انخرطا في هذه الحملة التي استهدفت أيضا الفئات العديمة الحماية كالراجلين والأطفال. الهدف هو التربية على السلوكات المواطنة واحترام علامات المرور. مجموعة من الورشات وبقينا كنزيدوا صباغ الممرات الراجلين وكنقدوا البلايك. درنا ممر راجلين لافتات اللي كينبهوا بالسلامة الطرقية. وحنا وهذا الشيء عبره للناس. تلقى فيق ديال قيف ديال الافيق ولا ديال القيفي ولا كذا، هذا سلوك ماشي، هذا مشين بصراحه. اذا خصها تربيه، خصها توعيه، خصها تحسيس. كذلك هناك ناس الاوفياء الطريق اللي تيقطعوا الناس بالمجان وتيوقفوا في السراء والضراء في الشتاء والبرد والصيف، وهذا بالتالي خصنا هاد الناس نكرموهم. وتستمر هذه الأنشطة على مدى أسبوع السلامة الطرقية. الغاية الكبرى ألا يبقى التحسيس موسميا بل يمتد على طول السنة لأن فيه احتراما للحياة. في الخبر الصحي نطرح في المسائية سؤالا حول دور المجلات الطبية المتعددة سواء في الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية. هل نحن فعلا في حاجة إليها؟ وهل تكفي أن نسلم بها وبما تتضمنها من معلومات دون اللجوء إلى الطبيب؟ الجواب في روبورتاج لشيماء العلام. نشر الثقافة الصحية هدف تسعى إليه المجلات التي تعنى بالشأن الصحي لتقريب المعلومة من القراء. أفضل قراءة المجلات لأنها توفر معلومات واضحة ودقيقة وموثوقة. فمثلا هذه الأيام بعض الأخصائيين خصصوا مساحة للتحدث عن فيروس H1N1. بقدر ما أقتني مجلات أدبية وعلمية وما يثير اهتمامي واختصاصي، فإنني لم يسبق لي أن اقتنيت مجلة طبية، بل
في حال الحالات ألجأوا إلى الطبيب من أجل تشخيص المعاناة والأمراض وأخذ النصائح. مجلات أسبوعية أو شهرية عمودها مقالات مبسطة تراعي مستوى المتلقي، والهدف بناء سلوك صحي سليم لحياة خالية من الأمراض. مواضيع صحية، مواضيع اللي عندها علاقة بالصحة سواء كانت الصحة النفسية أو الصحة البدنية، الجمال، وصفات طبيعية اللي كنجبدوهم من جدودنا بحال مثلا شي واحد ضروا المعدة ضروا الراس. المواضيع كنختاروها بناء على المواسم، سواء كان موسم البرد أو موسم الأمراض، كل مرض كنعطيوه نخصوا ليه صفحة خاصة به. كنعتمدوا أيضا على خبراء سواء خبراء التغذية ولا أطباء اللي كيعطيونا النصائح ديالهم. شيء إيجابي جدا، ولكن اللي خصو يعرف القارئ أنه أولا خص يكون المصدر موثوق منه، يعني لا بالنسبة للمجلة ولا بالنسبة للطبيب أو المعالج اللي كيكتب في الموضوع. أي إنسان مريض أو عنده شيء محتاج الاستشارة أو واحد لو سويفي بيرسوناليزي، ما يمكنش ديك المجلة غادي تعطيه جميع، يعني غتعطيه معلومات نعم، لكن تقدر تكون ما صالحالوش هو يعني بالنسبة للحالة ديالو. كما يرى بعض الأخصائيين أن الاستشارة الطبية تبقى الوسيلة الأفضل لتشخيص دقيق. وأهل مكة أدرى بشعابها، إذن ضرورة موافاة الطبيب في الحالات المرضية. نختم المسائية بزيارة لمعلمة أثرية تؤسس مدينة آسف العريقة، القصبة العالية أو دار السلطان التي تم بناؤها وفق رواية تاريخية على عهد الدولة الموحدية. معلمة ظلت شامخة على مدى 8 قرون هي الآن ذاكرة المدينة. روبورتاج يونس صباح، التحرير لفتح حاشاب. معلمة تاريخية ضاربة جذورها في التاريخ المغربي، شيدت في نهاية القرن 12 الميلادي، وكل ركن فيها يختزل مرحلة من مراحل التاريخ المغربي. في إبان السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان خليفة على أبيه في منطقة مراكش وأسافي، استقر هنا بأسافي وبنى دار ملوكية وعليه سميت دار السلطان. هذه دار السلطان لأنه بدأ الحيط ديالها اللي ضربها موحدي، وجاو البراقزة هما اللي يكملوه، وهذاك الحيط كان جاي من قدام الشيخ سيد محمد صالح وجاي مشروك هنا مع دار السلطان ومهود على الشعبة وطالع حتى الأشبار باش كنحوط المدينة. ظلت صامدة شامخة منذ 8 قرون، حيث شهدت تحولات تغيرت على إثرها وظائفها عبر الزمن. كانت قصبة مربعة الشكل في الفترة المرابطية ثم الموحدية ثم المرينية، ثم تم إعادة بناء أجزاء مهمة منها في الفترة البرتغالية، ثم انتقلت إلى الفترتين السعدية والعلوية، وهي الآن مقر المديرية الإقليمية للثقافة. تحتضن دار السلطان حاليا أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة على مدار السنة، حيث أصبحت قبلة للكتاب والشعراء والموسيقيين من داخل وخارج الوطن. في ختام النشرة، بمدينة أكادير تجري آخر الاستعدادات لانطلاق الدورة 5 لمعرض اليوتيسيس التي تنطلق بعد غد الخميس، حول موضوع التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد البحري من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الاقتصاد الأزرق. الدورة تستضيف 283 عارضا قادمين من 40 دولة، والمنظمون اختاروا دولة النرويج كضيف شرف. نهاية النشرة، إلى اللقاء.